في أحد صباحات منتصف نيسان، بينما كنت أحتسي شاي الإفطار في حديقة منزلنا البغدادي الذي استأجرناه مؤقتا بعد بيعه، راقبت حمامة منشغلة بشكل أثار فضولي. كانت تعمل باجتهاد في البحث عن القش، تحلق مرارا وتكرارا حول إحدى أشجار المنزل التي كانت آخر ما تبقى من أشجار الحي. لم تكن تعرف الحمامة حقيقة الكتل الخرسانية التي بدأت تتسلل إلى الحقول والبساتين وحدائق المنازل وتبتلع الأشجار والزهور. لم تكن تدرك أن الألوان الرمادية تسود، وأن اللون الأخضر لن يكون إلا درسا في كتاب التاريخ. كل يوم أنظر إلى الشوارع، أرى ملامح الطبيعة تختفي لتحل محلها الخرسانات والعشوائيات. بدت وكأنها بستان من الزهور خارج من آتون معركة شرسة. أشاهد الطيور والعصافير في الربيع حائرة تبحث عن الأمان، تنتقل بين أعمدة الكهرباء وأسطح المنازل وكأنها أشجار. تعود بمخيلتها عندما كانت بيضة في عشها بين الأغصان، بين الزهور وزقزقة العصافير في حدائق البيوت. يراودني شعور أنها نهاية العالم. عدت لمراقبة الحمامة وهي تبني العش قشة تلو الأخرى. لن يتبقى لها وقت لترقب أطفالها وهم يفكسون. حينها سيذهب جهدها سدى وستضطر للرحيل. ربما لا تجد فرصة أخرى لبناء عش جديد. أتساءل، هل ستخبر الأشجار الحمامة أنها ستقطع قريبا؟ أعرف أن الأشجار تغني عندما تداعب الرياح أغصانها. أعرف أنها تتجمل كل ربيع كي لا تشبه تلك الكتل الصماء. بقيت أياما أراقبها وأتساءل، هل أخبر الحمامة؟ ولكنها لا تفهم لغة الإنسان. يبدو أن هذا الإنسان الذي يدمر الطبيعة لا يعرف أنه يدمر نفسه أولا. خطرت لي فكرة أن أقوم بإتلاف العش حتى تضطر أن تبحث عن مكان جديد، ولكن هل يوجد مكان آخر؟ كيف أخبر الحمامة بالحقيقة المرعبة أن من يشتري هذا المنزل سيقطع كل الأشجار، بل وسيهدم المنزل ويحوله إلى كتلة خرسانية جديدة؟ وبقيت حائرا، هل أخبر الحمامة التي جهدت أياما وأياما لتجمع القش لتبني به العش؟ كم كنت حائرا. وبينما كنت أفكر تذكرت أن الله واهب الحياة، وأنه إذا أراد لهذه الفراخ أن تفقس فلن يكون إلا ما أراد.